بسم الله الرحمن الرحيم. أحباء الأطفال، أعزائي الأولياء وكل المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا تمارين ومشكلات في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي. التمرين الأول: رتب الكتل التالية من الأثقل إلى الأخف. نرتب هذه الكتل من الثقيل إلى الخفيف، الأثقل الأخف، يعني من الأكبر إلى الأصغر. 1540 غرام، 4250 غرام، 2 كيلوغرام 500 غرام، 738 كيلوغرام، 325 غرام. الأثقل في هذه الكتل هو، لاحظوا هنا عندنا غرام غرام، هنا كيلوغرام وغرام، نقوم بعملية التحويل، هنا كيلوغرام وهنا أيضا كيلوغرام، الباقي كله بالغرامات. كيف نرتبها؟ هنا 2 كيلوغرام و 500 غرام يساوي 2 كيلوغرام هي 2000 غرام، نضيفها إلى 500 إذا تساوي 2500 غرام. نحول هذه أيضا، 738 كيلوغرام هي 738 ألف غرام، لأن 1 كيلوغرام فيه 1000 غرام، إذا 738 كيلوغرام هي 738 ألف غرام، إذا كلها بالغرامات. الآن نحول، الأثقل فيها هو هذا، إذا 738 كيلوغرام هو الأثقل، إذن 738 كيلوغرام تساوي 738 ألف غرام، لأن 1 كيلوغرام يساوي 1000 غرام، إذن هذا هو الأثقل، ها هو 738 كيلوغرام. بعدها يأتي 4250 غرام، لأن فيه 4 كيلوغرام و 250 غرام، 4250 غرام. يأتي بعدها 2500 غرام، أي 2 كيلو 500 غرام، 2 كيلوغرام و 500 غرام. بعدها 1540 غرام، 1540 غرام. وأخيرا 325 غرام، هذا هو الأخف، من الأثقل إلى الأخف. التمرين الثاني: أحسب دون وضع العملية، لا نضع العملية عمودية وإنما نطبق القاعدة 113 في 100، لضرب عدد صحيح في 100 نكتب العدد ونضيف إلى يمينه صفرين فيساوي 11300. 24 في 100، لضرب عدد صحيح في 100 نكتب العدد ونضيف إلى يمينه صفرين. 45 في 10، لضرب عدد صحيح في 10 نكتب العدد 45 ونضيف إلى يمينه صفر. 32 في 1000، لضرب عدد صحيح في 1000 نكتب العدد 32 ونضيف إلى يمينه 3 أصفار. التمرين الثالث: أضع العلامة المناسبة، يساوي أكبر أصغر أكبر أصغر أكبر. 3.09، 3.54، عندنا 3 وهنا 3، ولكن من هو الأكبر؟ 3.09 وهنا 0.54، هذا أصغر من هذا، إذن العلامة هي أصغر. 32.01، 27.98، 32 أكبر من 27،
إذن العلامة هي أكبر. 2.608 2.609 هنا إثنان وهنا إثنان فاصلة فاصلة 608 609 العدد الأكبر هو 609 إذن 608 أصغر من 609 فالعلامة هي أصغر. 16.075 14.095 لاحظوا 16 أكبر من 14 إذن هذا أكبر من هذا فالعلامة هي أكبر. التمرين الرابع يتقاضى عامل 850 دينارا في اليوم كم يتقاضى في 7 أيام وكم يتقاضى في الشهر؟ في اليوم الواحد يربح العامل 850 دينار كم يربح في 7 أيام؟ الجواب يتقاضى في 7 أيام نضرب ما يتقاضى في اليوم الواحد في 7 850 في 7 7 في 0 0 7 في 5 35 اكتب 5 واحتفظ ب 3 7 في 8 56 والاحتفاظ 59 إذن يتقاضى في 7 أيام 5950 دينارا كم يتقاضى في الشهر؟ يتقاضى في الشهر ما يتقاضى في اليوم نضربه في 30 يوم في الشهر لأن الشهر فيه 30 يوم إذن 850 في 30 يوما في الشهر نعزل الأصفار ثم نضيفها في الآخر 3 في 5 15 أكتب 5 وأحتفظ بواحد 3 في 8 24 وواحد الاحتفاظ 25 الآن أضيف الصفرين إذن يتقاضى في الشهر 25500 دينار جزائري. التمرين الخامس وصف الطبيب لعثمان 3 علب من أقراص الدواء إذا كان ثمن العلبة الواحدة هو 175 دينارا ما هو الثمن الذي يدفعه عثمان للصيدلي؟ اشترى عثمان 3 علب من الدواء 3 كل علبة تساوي 175 دينار ما هو ثمن كل العلب؟ كم يدفع عثمان للصيدلي؟ إذن هي عملية الضرب يدفع عثمان للصيدلي 175 في 3 علب 3 في 5 15 أكتب 5 وأحتفظ بواحد 3 في 7 21 وواحد 22 وأحتفظ باثنين 3 في 1 3 والاحتفاظ 2 5 يدفع عثمان للصيدلي 525 دينار. المشكلة اشترى يونس 4 كتب بسعر 125 دينارا للكتاب الواحد ومحفظة بسعر
350 دينارا. أعطى للبائع ورقة نقدية من فئة 1000 دينار. كم يرجع له البائع؟ يونس اشترى 4 كتب بسعر 125 دينار للكتاب الواحد، يعني كتاب واحد يساوي 125 دينار. هل نعرف ثمن 4 كتب؟ لا نعرفها. إذن هنا سؤال مخفي، فنجيب هنا، نجيب عن السؤال المخفي. ثمن الكتب، كيف نجد ثمن الكتب؟ نضرب ثمن الكتاب الواحد 125 دينار في 4، 125 في 4، 125 دينار في 4 يساوي 4 × 5 = 20، وأحتفظ 4 × 2 = 8 والاحتفاظ 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد، 4 × 1 = 4 و1 = 5. هذا ثمن الكتب. إذا ثمن الكتب 500 دينار. ماذا اشترى أيضا؟ ومحفظة بسعر 350 دينار. اشترى الكتب ب500 دينار والمحفظة ب350. هل نعرف ثمن المشتريات؟ لا. إذن ثمن مشتريات يونس كيف نجدها؟ نجمع ثمن الكتب زائد ثمن المحفظة. ثمن الكتب 500 دينار زائد ثمن المحفظة 350. إذن ثمن مشتريات يونس نجمع 500، ثمن الكتب زائد ثمن المحفظة الذي هو 350، ونجمع 0 + 0 = 0، 0 + 5 = 5، 5 + 3 = 8. إذن مشتريات يونس هي 850 دينار. 850. أخيرا، كم يرجع له البائع؟ أعطى للبائع ورقة 1000 دينار، هذه 1000 دينار، وهو صرف 850 دينار. كم يرد له البائع؟ يرجع له البائع مطرح هذا من 1000 دينار ناقص 850. سنرى كم يرجع له. 1000 ناقص 850 يساوي 0 ناقص 0 = 0، 0 ناقص 5 لا أستطيع، أستلف 10، 10 ناقص 5 = 5، أنزل 10 فتصبح 9، 10 ناقص 9 يساوي 1. إذن يرجع له البائع 150 دينار. هذا هو الصرف. فيها 3 عمليات. المشكلة الثانية، في مدرسة 8 أقسام، في كل قسم 35 تلميذا، ما هو عدد تلاميذ المدرسة؟ ما هو عدد الإناث إذا علمت أن عدد الذكور هو 147 تلميذ؟ عدد الذكور 147، عدد الإناث لا نعرفه، كيف نبحث عنه؟ سنرى. في مدرسة 8 أقسام، في كل قسم 35 تلميذ، السؤال يقول ما هو عدد تلاميذ المدرسة؟ سهل، عدد تلاميذ القسم الأول
في القسم الواحد في ثمانية أقسام. إذن عدد تلاميذ المدرسة نضرب 35 في 8 هكذا أفقية في 8 8 في 5 40 أكتب 0 وأحتفظ بأربعة. 8 في 3 24 و 4 28. إذن تلاميذ المدرسة مجموعهم 280 تلميذا. تلميذ. أجبنا عن السؤال الأول، الآن نجيب عن السؤال الثاني. من بين هذا المجموع نعرف عدد الذكور 147 ولا نعرف عدد البنات، كيف نجده؟ عدد الإناث أو البنات، عدد الإناث، نعمل عملية الطرح. مجموع التلاميذ 280 ناقص عدد الذكور 147. سنرى كم بنتا توجد في المدرسة. إذن 280 ناقص 147 ناقص عدد الأولاد، الذكور هم الأولاد. 0 ناقص 7 لا نستطيع، احتفظ بعشرة. 10 ناقص 7 3، ونزل العشرة تصبح 5. 8 ناقص 5 3، 2 ناقص 1 1. إذن عدد الإناث هو 133 وجدناه. إذا أردنا أن نتحقق من أن هذا العدد صحيح نعمل التحقيق، فنجمع الذكور. التحقيق نتحقق من أنه صحيح، نجمع عدد الذكور الذي قلنا 147 زائد عدد الإناث 133. سنرى هل نجد 280. 7 زائد 3 10 وأحتفظ بواحد. 4 زائد 1 5 6 7 8. 1 زائد 1 2. إذن صحيح، تحققنا من صحة المسألة. إلى هنا ننهي هذا الفيديو. موعدي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.